ما هي أمنياتكم في بدء العام الدراسي الجديد في جامعة الموصل، وما هي وضع الأقسام الداخلية أنت كطالب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية نهني طلبتنا وطلبة العراق جميعا بداية العام الدراسي الجديد، ويا رب إن شاء الله تكون بادرة جيدة وأمل وتطلع وطموح جديد يطغو على المستوى الجامعي والمستوى التعليمي والثقافي على مستوى العراق. الأمنيات بما يقابلها من المعاناة، المعاناة اليوم كبيرة جدا، راح نسلسلها واحدة واحدة. أولا مسألة التسجيل على الأقسام الداخلية، الروتين. أنت طلبة جدد؟ نعم طلبة جدد. الروتين المعتاد وكثرة استخدام الروتين جاي يصير الزخم بشكل كلش كبير، خصوصا شحة الأماكن الأقسام الداخلية وكثرة الطلاب، الأعداد اللي توافدت من المراحل الأولى والأعداد السابقة اللي كانت هي أصلا ساكنة بالأقسام الداخلية، هسه تروح على التسجيل الثاني مذبح هناك. بأي مكان؟ التسجيل الثاني. التزكية. مذبحة صايرة. يعني السبب هو كثرة الروتين وتشعب الروتين، يعني أنا طالب أقسام داخلية أجي أسجل، تمام؟ إلا موظف يكفلني أو إلا موظف بالجامعة يكفلني، أجيب أحد أقاربي ويكون كفيل ويسد كل هذا الأبواب. إحنا تعرف محافظات، وأهم شيء لازم أهل المحافظات لهم الأولوية بالسكن، صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ يعني إحنا صار لنا اليوم 33 يوم هنا، وهسه جينا نريد نسجل، يعني أنت من الذب الطالب بالنبي يونس، كنت مهيئ القسم مال النبي يونس، هسه آخذك عليه، تعبان إلى أبعد الحدود، يعني تصور إذا أبو القرفة الفوق يغسل يقع المي مباشرة على القرفة الجوة مباشرة، وهسه نتمنى بس يسهلون لنا هاي الأقسام لحد الآن. سجلتوا سجلت؟ والله أنا ما سجلت لأن مجال ما أكو يقول يذبك بالنبي يونس، والنبي يونس بعيد يعني. والله شو تسوي؟ ننتظر نشوف لنا واسطة. واسطه ماكو غير هذا الحل. زين اذا ماكو مقطع البنايات شلون انت؟ والله شوف والله ماكو غير الواسطه يعني. زين انت غير الطالب من الجهات المعنيه؟ من هو الجهات المعنيه؟ من يسمعك بس قل لي هنا بالموصل، من يسمعك هنا بالموصل بس قل لي يلا. المن تروح قل لي، يلا انت احكي لي. المن تروح يعني المن؟ اكو جهات هسه احنا. وين الجهات؟ دلينا عليها انا اروح له. التعليم على رئاسة الجامعة نطالبهم بفتح بنايات اخرى واستحداث. هي اقول لك وزارة التعليم صار لها 3 سنوات متحررة الموصل، ما تجي تشوف الاقسام. بالحقيقة شرع جامعة الموصل وبتوجيهات من السيد رئيس جامعة الموصل المحترم باستقبال طلبتنا الأعزاء، كان بحسب توجيهات الوزارة اللي جاءتنا مؤخرا أنه كان التوقف باستئجار المباني، لأن احنا عندنا مباني مستأجرة للطلبة خارج جامعة الموصل، لكنه من خلال الخيرين ومن خلال الكتب اللي بعثها سيد رئيس الجامعة إلى سيد الوزير استحصلنا موافقة باستثناء جامعة الموصل من هذه المسألة. حقيقة بالإضافة فزاد عندنا عدد الأبنية، فأصبحت لدينا بالإضافة إلى الأقسام الخارجية المستأجرة إن شاء الله ستضاف أكثر من بناية لطلبتنا الأعزاء، وإن شاء الله راح تكون مؤهلة بالشكل الذي يتناسب مع طلبتنا الأعزاء. دكتور الأبنية التي يتم استئجارها هل هي قريبة من الجامعة أم بعيدة؟ هي مستأجرة حقيقة من قبل فترة داعش أصلا، وفقط مجرد أنه بدأ يعني قمنا بإعادة تحديث عقد الإيجار بعد داعش. إن شاء الله إحنا في النية أنه بعد التطوير إن شاء الله راح نغلق السنة القادمة، إن شاء الله راح نغلق كل الأقسام الخارجية إن شاء الله، وراح تكون كلها داخل سواء الطالبات أو الطلاب كلها داخل جامعة الموصل، لكنه بالحال الحاضر لا توفر إمكانيات المادية اللي تسمح لذلك، لهذا قمنا بالعمل بتمديد بالاستئجار للأقسام الخارجية. دكتور احنا شاهدنا بعض الزخم. نعم. على التسجيل. نعم. شنو الأسباب؟ ممكن نتوضح؟ نعم احنا عادة نحدد وقت لبدء استقبال الطلبة، حددنا يوم 1/10 لكن تفاجأنا أنه كل الطلاب جوا يوم 1/10، ربما السبب الرئيسي أنه الكل يظنون مثل السنة اللي فاتت أنه شوية كان نوع من الزخم عندنا، يظنون أنه ما راح يكفي للمكانات، لكن أؤكد لأنه أنه لطلبتنا الأعزاء أنه المكان كافي وواسع وإن شاء الله يتسع لكل الطلبة. رسالة لطلبة الأقسام وأيضا لمن تحب تهني وتعايد مناسبة العام. طبعا اولا الرساله اللي قدمها طلبتنا الاعزاء اتمنى لهم الموفقيه والنجاح واتمنى التعاون، لانه هذه ممتلكات عامه وممتلكات تخصهم هم، وان يعني حافظوا عليها هي محافظه
لهم أولا خلال فترة دراستهم ولجملائهم الذين سيأتون من بعدهم، وأتمنى لهم الصحة والسلامة إن شاء الله. وأنا أهنئ أيضا بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد رئاسة جامعة الموصل وكل السادة العمداء والمسؤولين وطلبتنا الأعزاء، أتمنى لهم إن شاء الله موفقية والنجاح للجميع.